بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن أسود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن قواقع متحجرة مثل ما تلاحظون مع محار كبير جدا. طبعا بعد دراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها، اكتشفت بكتيريا وأيضا ديدان مجهرية وطفيليات، ممكن تلقون ميكروبات كثيرة جدا في هذه العينات. وأنا أشجع يعني الباحثين بدراسة هذا المجال، علم الرخويات، يعني من أجمل العلوم في يعني في علم الحيوان. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات أخرى في مختبري في الفترة القادمة إن شاء الله.